بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على مدرسة الإيمج فلترنج زي ما بنقول. المحاضرة النهاردة هنتكلم فيها إيه؟ هنتكلم على موضوع الإيمج ترانسفورميشنز، هنتكلم على بعض الأنواع اللي فيها، هنتكلم على حاجة اسمها البوينت إيمج بروسيسنج، ده أول حاجة هنتكلم فيها، وبعد كده هنتكلم على اللينير شيفت انفاريانت إيمج فلترنج، وبعد كده هنتكلم على الكونفوليوشن، ولو عندنا وقت هنتكلم على الإيمج جريدينتس، لو مفيش هنكمل المرة اللي جاية إن شاء الله. طيب ناخد بالنا بس من حاجه مهمه، زي ما انت بتاخد بالك كده ان دايما السلايدز بقول لك السورس بتاعها هي جايه منين. ده الموقع بتاع جامعه كبيره قوي اسمها سي ام يو، والكورس بتاع الكمبيوتر فيجن بتاعهم فيري كومبريهنسيف، حتى هو فيه 5 موديولز مش 4. في موديول انا ما بقولهوش اللي هو بتاع الفيزيكس، انا في العاده ما بقولهوش يعني، او بتاتشت يعني من بعيد قوي. تمام، عشان وقت الكورس مش اكتر يعني. هما ساعات بياخدوا 3 محاضرات في الاسبوع يعني، حاجات كده. التايبس اوف الايمج ترانسفورميشن، قبل ما نتكلم على التايبس اوف الايمج ترانسفورميشن، وات از ان ايمج؟ ايه اللي انت شايفه قدامك هنا دي؟ شايف ايه انت؟ لو بدات توصف اللي جوه الصوره، فانت بتتكلم على البرسبشن بتاعك كبني ادم خلاص. فالايمج بالنسبه لك عباره عن ايه؟ عباره عن انك بتكابتشر السين اللي انت شايفه وتحطه على الصوره دي. فالسين ده موجود فيه قدامنا، موجود فيه ولد واقف على ايه ده بقى، السيرفنج بورد بتاع الميه، وفي زي ما يكون فرش كده بالوان الازرق والكلام ده، وفي فرش تاني باللون الابيض كان بيمثل ان هو ايه، بيسيرف في البحر بجد، وعلى الميه وعلى الامواج بقى اللي لونها ابيض والكلام ده. تمام، فده الشكل اللي هو ايه اللي احنا شايفينه في الصوره قدامنا، احنا بدأنا نوصف بيها المنظر ده. طيب الفكره بقى ان احنا لو حاولنا نعمل زوم في الصوره دي، لو حاولنا نعمل زوم في الصوره دي هيظهر لنا بعض ايه التفاصيل اللي تبين لنا موضوع ان الصوره هاو ات كان بي ايه stored جوه الكمبيوتر. هناخد بوكس صغير جدا من الصوره اللي احنا شايفينه ده كويس، ده بوكس صغير يورينا الصوره ازاي بتكون stored جوه الكمبيوتر. لما عملنا زومنج في الحته الصغيره قوي دي شايفينها، ايه اللي حصل؟ لما عملنا زومنج في الحته الصغيره دي ايه اللي حصل؟ بدانا نحس ان في مربعات، ان البارت ده متقسم لبيكسلز زي ما احنا بنقول في العادي. لما عمل زوم جامد جدا جدا جدا، فظهر الموضوع ايه، البيكسلايزيشن بتاع الريجون دي. بس في حاجه مهمه جدا، ان هي حصل البيكسلايزيشن احنا شايفينه وكل حاجه، ولكن ستيل شايفين ايه، الكالرز. فاللي احنا بنقوله لك بقى دي معلومه مهمه جدا، ان الصوره لو كان كالرد، فكل بوزيشن في الصوره ده عباره عن فيكتور في 3 دايمنشنز، ويبقى الصوره كده كلها على بعضها، الصوره كده كلها على بعضها هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن تنسور اوف نمبرز، والتنسور ده له 3 دايمنشن. طب حد شاطر يقول لنا ليه هي 3 دايمنشنز؟ ار جي بي. هي 3 دايمنشنز عشان الصوره ليها ويدث وهايت، ليها ويدث وليها هايت وليها ديبث. الديبث بتاعنا ده بيساوي 3 في المساله بتاعتنا دلوقتي سو فار، اللي هو بيساوي الار تشانل والجي تشانل والبي تشانل. الار تشانل والجي تشانل والبي تشانل، عشان كده سميناها تنسور سو فار. طيب ده كويس جدا. خلينا ناخد بقى البوكس بتاع ده، وقصدي الحته اللي احنا عملناها بيكسلايزيشن دي، ونحاول نعمل لها ايه، نقسمها للثلاثه تشانل بتاعتها عشان نفهم اكتر موضوع الار والجي والبي. لو اخدت الكالر ايمج باتش دي اللي هي شفناها وعملنا لها زومنج يعني، وجيت بصيت على كل تشانل سيبريتلي، فهتلاقي ان التشانل ادي بتاعت الار، وادي التشانل بتاعت الجي، وادي الشانل بتاعت البي، اللي هم رسمهم لك فوق جاست فور فيجواليزيشن خلاص. لكن الارقام اللي بتكون متخزنه على الكمبيوتر بتاخد كل تشانل من دول وتعاملها على انها 2 دي اري اوف نمبرز، يبقى دي 2 دي اري اوف نمبرز بتريبريزنت الار تشانل، ودي 2 دي اري اوف نمبرز بتريبريزنت الجرين تشانل، ودي 2 دي اري اوف نمبرز بتريبريزنت البلو تشانلز. السؤال بقى اللي احنا عايزين نساله،
امتى البيكسلز اللي هي جوه كل شانل بتكون لونها فاتح زي هنا مثلا او هنا او هنا، وامتى يكون لونها غامق هنا برضو فاتحه وهنا برضو نسبيا فاتحه، امتى بتكون الشانل الفاليو المكتوب جواها بتكون برايت وامتى بتكون دارك. فعلشان نفهم الموضوع ده اللي احنا بنقوله لك ايه، بنقول لك ان كل شانل بتقيس لك الانتنسيتي. انتنسيتي معناها شده الاضاءه، هاو ميني فوتونز اي كان ستور ان ذيس بوزيشن من الايمج، هاو ميني فوتونز اي كان كاونت قصدي ان ذيس بوزيشن من الايمج. فالحاجه الانترستنج بالنسبه لنا ايه، ان لو انا كنت في الار شانل فانا باكسبكت ويتش بارتس اوف الايمج تو بي برايت. ها يا شباب انتوا نايمين ولا حاجه؟ انا باكسبكت الحاجات اللي تكون برايت في الريد شانل اللي هي الحاجات اللي فيها ريد كولر في الصوره الاصليه، ففين الاماكن اللي فيها ريد كولر في الصوره الاصليه؟ النص اللي على اليمين. النص اللي على اليمين في ريد كولرز فين؟ احنا فاكرين الولد ده كان لابس الشورت بتاعه ده لونه اورنج، فلما هنا يبقى الحته دي لونها اورنج المفروض يعني. فالاورنج احنا عارفين ان اللون الاورنج فيه احمر كتير، صح ولا لا؟ اللون الاورنج فيه احمر كتير، ففعلا لقينا ان الحته دي في الريد شانل برايت. طيب الحته دي بقى، طب ليه لونها طالع برايت في الشانل بتاعت الريد برضو؟ حد شاطر يجاوب؟ بس دي لونها مش احمر خالص، دي لونها ابيض، ولكن احنا عارفين كويس قوي ان اللون الابيض بيكون ديكومبوزد من مين؟ من كل الالوان، منها الار والجرين والبلو، وعشان كده ده الحاجه اللي هتخليك تشوف ان الحته بتاعت لونها ابيض دي برايت في الثلاثه شانلز في نفس الوقت. تمام، الحته اللي لونها خليني بس اوضحها لكم بالتفصيل اهي. الجزء البرايت اللي هنا دوت ده لونه ابيض، فهو في الريد شانل هتلاقيه لونه ابيض، في الجرين شانل هتلاقيه لونه ابيض، في البلو شانل هتلاقيه لونه ابيض. طب ايه معنى كلمه ابيض واسود؟ الابيض معناها الانتنسيتي عاليه، معنى كده ان في فوتونز كتير هيت السنسورز في البوزيشن دوت، والاسود معناها ان البرايتنس ام سوري الانتنسيتي قليله، معناها ان مفيش فوتونز او فيري فيو اماونت اوف فوتونز ات هيت البوزيشن ده من السنسور وهو بياخد الصوره. فده يدينا تخيل دلوقتي ان انا لو ببص على تشانل واحده بس زي الريد او الجرين او البلو، فانا باكسبكت ان انا اشوف 2 دي اري، والفاليوز اللي جوه 2 دي اري بترفلكت الانتنسيتي بتاعت افري بيكسل كورسبوندنج ليها، يعني كل واحده من دول تقول لك هاو ميني. طيب المهم دلوقتي، طب اقيس الانتنسيتي ازاي دلوقتي؟ احنا في بنحول الدنيا من انالوج لديسكريت ازاي، او من انالوج لديجيتال. انت عندك الورلد بتاعك ده انالوج، لما تيجي تكابشر الصوره فانت بتعمل له ريزوليوشن وتكابشر ات جوه الايمج. فاحنا لازم بقى دلوقتي نعمل ايه، هاو ميني نمبر اوف فوتونز دي نحولها لايه، لليفلز، نحولها لليفلز. لو الانتنسيتي عاليه قوي فيكتب رقم كبير، لو الانتنسيتي واطيه قوي مفيش كولر يعني يكتب رقم صغير قوي. فانترستنجلي هم قالوا ايه، قالوا كده ان انا ممكن اخد كل بوزيشن في الاري 2 دي دي واكتبه ب 1 بايت، واكتبه ب 1 بايت. طب ال 1 بايت فيها كام كاركتر؟ ام سوري فيها كام بيت؟ فيها 8 بيت. يعني عندي بوسيبل فاليوز موجوده في كل بوزيشن هنا، عندي رقم من 0 ل 255. 255 لو كانت ابيض، وزيرو لو كانت اسود، وبيعدي على كل جراي ليفلز في النص. ايه معنى ان اشوف بيكسل في الريد شانل لونها جراي؟ معناها ايه؟ معناها ان النمبر اوف فوتونز اللي بيهيتوا الريد شانل في البوزيشن دوت كان متوسط، ولا هو فيري برايت ولا هو فيري دارك. فهمنا الفكره دي؟ ماشي. طيب خلينا نكمل نفس الكلام اللي احنا بنقوله. يبقى انا دلوقتي باكسبكت اشوف انهي اماكن من الصوره في الجرين شانل تكون برايت.
برضو الجزء اللي كان طالع ابيض في الصورة الاصلية. اه الصوره طالع اي جزء ابيض هتلاقيه منور في الثلاثه شانلز. طب بالنسبه للشانل البلو، اه كان عندنا حظنا كويس قوي ان احنا عندنا حته بلو هنا ناحيه الشمال، فهتلاقيها برايتر برايتر ذان ايفري اذر شانل، لان دي فيها مور بلو ذان جرين ذان ريد. اوكي. طب احنا ليه مهتمين نشرح لك الحته دي كويس؟ لان ساعات كتيره مثلا اجي واحنا بنعمل ديباجنج واحنا بنتعلم مودلز ولا بتاع، بتفرج على الشانلز دي، بتفرج على الار جي بي شانلز في الاول، بعد كده بنعمل فيتشر مابس اند سو اون. فانت دايما الفيتشر مابس اللي بتعملها كالكوليشنز دي بتطلع لك على شكل صوره بالمنظر ده، نفس برضه جراي سكيل كده، غامقه وفاتحه. فلو انت عارف يعني ايه غامقه وفاتحه هتسهل عليك انك تفهم الدنيا ماشيه ازاي. فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان الاماكن اللي فيري برايت من الصوره دي الاماكن اللي كان الانتنستي الكورسبوندنج تو للشانل دي كانت عاليه، والحاجات اللي لونها اسود معناها الانتنستي في الشانل اللي كورسبوندنج ليها كان قليل. يعني دلوقتي الحاجات اللي لونها ازرق هتبقى في الريد شانل اولموست فيري فيري دارك. خلاص واضح دي بالنسبه لنا. طيب انا بس دلوقتي عايز برضو الستريت الحته دي كويس. لو انا بتكلم على جراي سكيل ايمج، لو انا بتكلم على جراي سكيل ايمج، فايه اللي انا شايفه قدامي؟ انا شايف دلوقتي عندي الدي 2 دي اري، صح كده؟ هل دي الطريقه الوحيده عشان افهم بيها الصوره ان هي 2 دي اري واقعد اتكلم على الانتنسيتي بتاع الكلام ده؟ لا، في طريقه ثانيه هنعملها لك فيجواليزيشن بس عشان توضح لك الدنيا. انت دلوقتي عندك الصوره ابعادها 700 في 450، ادي الصوره 700 في 450 وادي الصوره جراي سكيل. طيب انت بتتكلم على الصوره جراي سكيل دي، دي وان واي اوف ريبريزنتنج الايمج اللي احنا شايفينه على الشمال. بس another way ان انا represent الايمج as a function of the position، والposition ده عباره عن اكس وواي. فدلوقتي لو انت مثلتها انها function من البوزيشن، خد بالك ان هو عامل سكيلنج بس between 0 و1، يعني ال 0 وال 255 عملها سكويزنج ما بين 0 و1. اوكي، عشان بس انت تقول لي الهايت ليه بيساوي من 0 ل 1، ده السؤال اللي انت كنت هتساله كمان لحظه يعني. فايه اللي احنا شايفينه في ناحيه اليمين دوت؟ ان انا اقدر اقوله ان الجراي سكيل ايمج از ا 2 دي فانكشن، از ا 2 دي فانكشن. يعني ايه 2 دي فانكشن؟ يعني فور ايفري بوزيشن اكس واي اي كان كومبيوت او اي كان ستور الاف بتاعته، والاف بتاعته هي الانتنستي زي ما احنا كنا بنقول من شويه صغيرين. فالانتنستي بتاعت البيكسل دي فيري فيري برايت لونها ابيض، فتاخد الفاليو الكبيره اللي لونها اللي هي واحد يعني. والبيكسل اللي جوه عند العين بتاع الولد ده الصغيره هتلاقيها اخذت فاليو صغيره جدا 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 اللي هي اول بايه؟ ازاي؟ خلاص ده معنى ان الايمج از ا 2 دي فانكشن. هل حد فينا فاهم يعني ايه 2 دي فانكشن ولا محتاجين مور الستريشن؟ طب ايه هنستفاد ايه لما نقول ان الايمج عباره عن 2 دي فانكشن؟ اه هي طالما هي فانكشن فيجري عليها ما يجري على الفانكشنز. يعني اعرف افاضل الفانكشن، اعرف اكامل الفانكشن، اعرف اعمل اي حاجه على فانكشن، هي فانكشن وخلاص. طب لما يكون عندك فانكشن فيها اثنين فاريبلز اكس وواي، معنى كده ان انا اقدر احسب بارشال ديريفيتيفز، اقدر اعمل ديفرنشيت ويز ريسبكت للاكس، اقدر ديفرنشيت ويز ريسبكت للواي، ممكن اعمل ترانسفورميشنز على الاف، ممكن ازود البرايتنس بتاعت الصوره، اقلل البرايتنس بتاعت الصوره، ما هي فانكشن. فانت الفانكشن دي تقدر تعمل فيها اي ترانسفورميشن او اي كالكولس عليها. ده الميزه ان احنا نفكر ان الصوره بالنسبه لنا عباره عن 2 دي فانكشن. طيب خلينا نشوف بقى دلوقتي لو انا عايز اعمل ترانسفورميشنز على الصوره. الترانسفورميشن على الصوره بيكون على حاجه من الاثنين، يا اما انت بتشتغل على الفاليو بتاعت الاف، يا اما بتشتغل على البوزيشنز بتاعت الاكس. لو اشتغلت على الفاليوز بتاعت الاف واحتفظت بنفس البوزيشنز يبقى انت كده بتغير في الاف وبتحافظ على الاكس، فده بيسموه فلترنج وده موضوع محاضرتنا النهارده. لكن لو انت هتحافظ على الانتنستيز، هنا نفس الانتنستي دي هي نفسها دي، بس بدل ما كانت موجوده في بوزيشن اكس وواي بقت اكس داش واي داش. لو عملت الترانسفورميشن ده هيسموه واربنج. يبقى عندي نوعين من الاوبريشنز، عندي نوعين من الترانسفورميشنز كان بي ابلايد اون الايمجز، لان انا قلت ان هي عباره عن فانكشن، والفانكشن اي فانكشن في الدنيا ليها حاجتين، حاجه اسمها الدومين
اللي هو كان بالنسبه لنا اكس واي او البوزيشن، وليها حاجه ثانيه اسمها الرينج اللي هي الانتنسيتي اللي هي الاف دي اللي هي اف اوف اكس واي. فلو انت بتقول ان اكس واي في الصوره الاولانيه زي الصوره الثانيه، يبقى انت كده بتغير في الاف بس، يبقى انت بتعمل فلترنج. لكن لو انت قلت انا هحافظ على الاف اوف سيرتن اكس واي بس بدل ما هي الاكس واي هخليها الاكس داش واي داش، يبقى انت بتعمل واركينج. ان شاء الله ده هنقوله وده هنقوله، فما نستعجلش. حد فينا يقدر يستنتج ايه الترانسفورميشن اللي حصل بين الصوره اللي فوق والصوره اللي تحت؟ والله عمل لها نيجاتيف. كانه عمل لها نيجاتيف. طب النيجاتيف ده نعمله ازاي؟ اخد الفاليو مثلا واطرحها من 255. مظبوط، تمام. هو ده ترانسفورميشن الصح اللي احنا هنعمله على البيكسلز. لو كانت 0 اخليها 255 ازاي؟ اخليها 255 ماينس 0. لو كانت 10 اخليها 245 ازاي؟ اخليها 255 ماينس 10. فمعنى كده ان الفاتح هيغمق او الغامق هيفتح. فده اللي هو بيقوله لك. لو انا باوبريت ادي الاف وادي جي، لو انا باوبريت بعمل سم ترانسفورميشن اتش على الاف، يبقى ده اسمه فلترنج، ان هو بيشينج الرينج اوف ايمج فانكشن. طيب لكن لو كنت بتعمل ترانسفورميشن على الاكس وتحتفظ بالاف، يبقى انت بتعمل ايه؟ واربنج. يبقى ده هيشينج الدومين وده بيشينج الرينج. فاهم؟ طيب الايمج فلترنج عندنا منه نوعين، نوع اسمه بوينت اوبريشن ونوع اسمه نيبرهود اوبريشن. ايه الفرق بين البوينت اوبريشن والنيبرهود اوبريشن؟ الفرق بينهم بسيط جدا. ان البوينت اوبريشن انت بتقول ان اف اوف اكس اللي هو البوزيشن ده هتروح لجي اوف اكس، صح؟ اهو الجي اوف اكس دي محسوبه من من الاكس دي بس، من هي من المكان ده بس. يعني ايه؟ يعني لا، هي المثال ده مش واضح كويس. انا عايز بس البيكسل اللي لونها احمر هنا والبيكسل اللي لونها احمر هناك اللي انا معلم عليهم دول. الاثنين بيكسلز دول لما اجي اعمل بوينت اوبريشن لازم يدوني نفس الفاليو هنا ونفس الفاليو هنا. اتفقنا؟ ماشي؟ لكن نفس الاثنين بيكسلز دول اللي هي دي ودي، لما اعمل نيبرهود اوبريشن هتلاقي ده يديني فاليو غير دي خالص. معنى كده ايه؟ معنى كده ان اللي فوق لما جه حسب الجي ما دورش خالص على اي حاجه في النيبر اللي حوالين البيكسل اوف انترست، لكن تحت لا، النيبرهود بيفرق معاك في كل الكمبيوتيشن. اللي فوق على الرغم، على فكره عشان تبقى عارف، الاثنين اسمهم ايمج فلترنج، الاثنين اسمهم ايمج فلترنج، بس واحد منهم بنسميه بوينت بروسيسنج والتاني بقى هو ده اللي احنا بنحتفظ بكلمه فلترنج ليه لما نسميه نيبرهود اوبريشن. نبدا الاول بالبوينت بروسيسنج اللي هي الاسهل بكتير. ادي الصوره الاوريجينال، ادي الصوره الاوريجينال، وادي داركن. اقدر اداركن الصوره، اقدر لور الكونتراست، اقدر اعمل نون لينير لورنج للكونتراست، اقدر اعمل انفرت، اقدر لايتن، اقدر اريز كونتراست، اقدر نون لينير ريز كونتراست. طب يا ترى انا عايز حد فينا شاطر يقول لي يعني ايه اصلا كلمه ان انا اداركن الصوره؟ اطرح منها كونستنت. اداركن الصوره معناها ايه؟ اطرح منها كونستنت ده الطريقه، لكن المعنى حاجه ثانيه. انا تقول لي عشان لما اسالك عشان تداركن الصوره تعمل ايه، تقول لي اطرح منها كونستنت. لكن لما اقول لك ايه معنى انك تداركن الصوره، بعد كده يقولوا لنا الدرجات بتضيع فين. انت ما تفهمش السؤال، سوري. يعني قلل عدد الفوتونات اللي بتطلع من كل اكس. لا برضه دي بعيده، بس ماشي يعني احسن من الاولانيه. ايه معنى انك تداركن الصوره؟ معناها ها عامل عليها بوينت بروسيسنج. هو انت بتعمل بوينت بروسيسنج عشان تداركن الصوره، بس ايه معنى داركن الصوره؟ معناها الايفكت اللي انت شايفه ده. بس هاو تو سي الايفكت اللي انت شايفه ده بطريقه اشيك شويه من اللي انت بتقوله. تو ميك افري بيكسل ها هاز لوور انتنستي ذان الاوريجينال. لو انا خليت كل بيكسل تقل في الانتنستي بتاعتها عن الصوره الاصليه لازم الصوره هتداركن. طب بعمل الكلام ده ازاي؟ يقول لك هطرح كونستانت من الاوريجينال انتنستي.
طب خلينا بس الحته دي وخليني اقولها لكم بقى عشان يمكن برضو تساعدكم في حل الشيت. خلينا ناخد بس ايه ورقه فاضيه الاول. لو انا قلت لك ان دي الصوره اللي عندك وسين مكتوب فيها 10 15 12 17 20 13 12 15 17، تخيل ان الصوره دي 3 في 3 بس كده. فاحنا دلوقتي نقدر نحسب الصوره دي فاتحه ولا غامقه. الصوره فاتحه ولا غامقه اعرفها ازاي؟ الصوره فاتحه ولا غامقه؟ ها هروح اعمل حاجه اسمها الافريج. فسي ان هو هيطلع اولموست 16.7 دي اقرب لمين؟ للزيرو ولا اقرب لل255؟ للزيرو. يبقى الصوره دي دارك لان الانترنست بتاعتها اون ذا افريج قريبه من مين؟ من الزيرو. اهو الافريج دي بيسموها البرايتنس بتاعت الصوره. لو انا سالتك وات از ذا برايتنس وفي الصوره هتقول لي ان هي مين؟ هتقول لي ان هي الافريج انتنستي. الافريج انتنستي للصوره بيسموها البرايتنس. اتفقنا؟ كويس. فانت تعرف ازاي اذا كانت الصوره برايت ولا دارك عن طريق انك تحسب الافريج انتنستي في الصوره. تقدر تحدد منها هاو برايت الايمج. لو هي الرقم قرب الصفر يبقى دارك، لو قرب 255 يبقى برايت، لو في النص هتقول ان هي ايه؟ انترميديت. دي اول حاجه. الديفرنس بين الماكس ناقص المين ده بيسموه الكونتراست. ماشي. فدلوقتي اكبر حاجه 20 واقل حاجه 10، يبقى الكونتراست بتاعتنا بتساوي كام هنا في هذه الحاله دي؟ هتساوي 10. الكونتراست عندنا هنا هتساوي 10 في المساله دي. خلاص، لو احنا فهمنا يعني ايه برايتنس وفهمنا يعني ايه كونتراست، نعرف بقى نجاوب على الاسئله اللي انتوا كنتوا بتجاوبوا عليها وانتوا ايه معنى ان الصوره يحصل لها داركنينج؟ معناها ايه؟ ان انا ادكريز البرايتنس. ده معنى ان الصوره يحصل لها داركنينج. طب ايه معنى ان الصوره يحصل لها لايتنينج اللي هي اللي هنا دي؟ معناها ان انا انكريز البرايتنس. طب ازاي تدكريز تدكريز الانتنستي او تنكريز الانتنستي بتاعت الصوره بصفه عامه؟ هتعمل ايه؟ اسهل اوبريشن بالنسبه لنا بنسميها السبتراكشن او الاديشن، ان انا ازود كونستانت او اطرح كونستانت، وده اللي صاحبنا قال عليه في الاول خالص. طب ليه لو انت عايز تداركن الايمج بتطرح كونستانت؟ لان مثلا دلوقتي الافرج بتاعنا 16.7، انا عايز اداركن الصوره معناها عايز اخليه 12. يبقى اعمل ايه؟ اجي عند كل بيكسل من الصوره دي واطرح منه كام؟ 4.7 وهطرح منه 5، يبقى دي هتبقى 5. ايوه، يبقى هعدي على كل بيكسل واحده من كل بيكسل من البيكسلز واعمل ايه؟ واطرح منه فيكسد اماونت. طب ليه ما حدش قال لي حاجه ثانيه؟ انا ممكن مثلا اضرب في كونستانت اقل من الواحد. لو ضربت في كونستانت اقل من واحد اللي انت بتعمله ده بيسموه ديكريز الكونتراست اللي هي او بيلور الكونتراست. طب ليه لما ضربنا في كونستانت اقل من واحد حصل لورنج للكونتراست؟ لان الرينج بتاعك كان ما بين 10 و20. لما تضرب في 5 من 10 ال10 بقت 5 وال20 بقت 10، فالرينج بتاعك صغر. بدل ما كان الكونتراست بتساوي 10 بقى الديفرنس بيساوي كام؟ بقى بيساوي 5. ايفينشوالي حصل ان الصوره حصل لها داركنينج، صح؟ ولكن المشكله فين؟ ان ما حصلش داركنينج بايه؟ بنفس الشكل. طب يعني في بيكسلز ال10 بقت 5 وال20 بقت 10، طب ما حصل لهمش نفس الايه؟ ال يعني هي دلوقتي نفس الصوره بتاعتنا. اهي بس انا مش فاكر بقى الارقام. حد فاكرها؟ 17 20 13 12 15 17 17. لو ضربت الصوره دي في 0.5 ولو ضربت الصوره دي نفسها اهو
وام سوري وطرحت منها خمسة زي ما احنا قلنا. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ لما طرحت خمسة عشرة هتبقى خمسة ام سوري، وهنا دي بقت عشرة ودي بقت سبعة ودي بقت اتناشر ودي بقت خمستاشر ودي بقت تمانية ودي بقت سبعة ودي بقت عشرة ودي بقت اتناشر. طيب فهنا بقت دارك، دارك فيرجن، صح كده ولا لا؟ مظبوط. من هنا لهنا طرحت خمسة بقت دارك. طيب هل الكونتراست اتأثرت؟ لا الكونتراست متأثرتش، لان انا برضو عندي 15 هي دي بقت الماكسيمم، هي نفسها اللي كانت 20 بقت 15 والماكسيمم اللي كانت 10 بقت 5، ف 15 ماينس 5 هتساوي 10، ده هيحافظ على سيم كونتراست، سيم كونتراست. في حين لو انت ضربت في 0.5 هيطلع لك صوره ثانيه خالص، طلع لك هنا 5 وهنا 8 اساس ان انا باراوند، وهنا 6 وهنا كام؟ 17 بقت كام؟ 9 وهنا 10 وهنا كام؟ 7 وهنا 6 وهنا 8 وهنا 9. طيب لو جدي سالتك دلوقتي الصوره بقت داركر ولا لا، هتقول لي اه بقت داركر لان كل الارقام اللي فيها صغرت. مظبوط ولا مش مظبوط؟ بقت داركر، بس حصل معايا سايد افكت تاني ان الكونتراست قلت. طب احنا دلوقتي عندي اوبريشن بتداركن الايمج وبتحافظ على الكونتراست، واوبريشن تانيه بتداركن الايمج وتقلل الكونتراست، يبقى مين الحاجه اللي دوميننت هنا؟ ان هو يداركن ولا ان هو ايه الحاجه الزياده؟ عشان كده ده بيسمي الاوبريشن بتاعت المالتيبليكيشن في كونستانت صغير ما بين 0 و1 بيسميها ان هو بيلور الكونتراست. ماشي. طب ايه عكس الداركن؟ اللايتن، ان هو بدل ما بيطرح كونستانت يزود كونستانت. وايه عكس اللور كونتراست؟ الصوره دي والصوره دي. ازاي ده لور؟ ازاي دي اللي على اليمين لور كونتراست من اللي على الشمال رغم ان هي مور برايت؟ ما دي الحته اللي كنت عايز اقول لك عليها، ان الصوره ممكن تكون مور برايت بس الكونتراست فيها قليله، فعشان كده ما كنتش عايزك تربط بتوين ان انا بلور الكونتراست وان الايه الصوره تبقى برايت، تبقى مور برايت. لا مش هتبقى مور دارك، مش لازم يحصل. ايه معنى كلمه كونتراست؟ احنا قلنا ان كلمه كونتراست معناها ايه؟ معناها الفرق بين الماكسيمم والمينيمم. فهل في ترانسفورميشن يخلي الفرق بين الماكسيمم والمينيمم قليل بس في نفس الوقت يخليهم ارقام كبيره؟ اه في ترانسفورميشن هنقول لك عليه كمان شويه صغيرين كمان دي يعني. اتفقنا؟ فكل دي اسمها بوينت اوبريشنز. طب ليه اسمها بوينت اوبريشنز؟ لان لو في 2 بيكسلز زي هاف ذا سيم اكزاكت انتنسيتي زي ويل كيب ان هم يبقوا سيميلر في الريزلت ايمج، لازم هيبقوا سيميلر في الريزلت ايمج، ولكن قيمتهم هتتغير مع بعض، هيزيدوا مع بعض، هيقلوا مع بعض، هيثبتوا مع بعض لو في اي 2 بيكسلز لهم نفس الفاليو. How would you implement these operations؟ زي ما انتوا بقى قلتوا، اول حاجه الداركنينج، هنا لو طرح كونستانت زي 128 الصوره هتغمق. لو عايز الور الكونتراست ضرب في هاف فقلل الكونتراست. لو عايز يعمل نون لينير لور كونتراست، الحته بقى دي اللي انترستنج، بياخد اكس على 255 تو ذا باور تلت ويضربها في 255. اهو الجذر ده الروت ده بيلور الكونتراست، بس في نفس الوقت انا بخليها فين؟ في رينج كبير ما بين فوق بقى ارقام كبيره يعني. الانفرت 255 ماينس اكس ده كان واحد من زمايلنا اللي قال عليه في الاول. اللايتن هيقات كونستانت، الريس كونتراست هيضرب في سام نمبر جريتر ذان 1. النون لينير ريس كونتراست ده هيريز الكونتراست ازاي؟ عن طريق انه يوسع الرينج بباور زي باور. طيب برضو علشان بس مساله الشيت الهيستوجرام والكلام ده، ولو انا جبت لك الصوره اللي احنا كنا كاتبينها من شويه صغيرين برضو انا طبعا نسيتها، فهكتب لك واحده شبهها يعني 15 12 17 13 12 12 11
13 11 15. وجاي اقول لك ارسم لي هيستوجرام للصوره دي. يعني ايه هيستوجرام؟ هيستوجرام معناها الفريكوانسي اوف الانتنسيتي، فريك اوف الانتنسيتي. فهنا بنسيوم مثلا ان عندك الانتنسيتي بتاخد بوسيبل فاليوز من 0 لحد مثلا 24. انا بتخيل بس بقول كده وخلاص ماشي. يعني هو المفروض من لحد 23 اصلا، المفروض من 0 ل 255، بس انا للسهوله ولا دي مش حلوه، خليها لحد 15 بس، وخلي دي 15 ماشي. وعايزك بقول لك تعمل لي ايه؟ كاونتنج. فهتلاقي ال 15 موجوده مرتين، تقوم عامل هنا 2، وال 12 موجوده مرتين يبقى 14 مش موجوده ولا مره، 0. وال 13 ال 15 موجوده 3 مرات باي ذا واي، 15 موجوده 3 مرات، 1 2 3. وال 14 مش موجوده ولا مره، 13 موجوده مرتين، وال 12 موجوده مرتين، وال 11 موجوده مرتين. كويس. وبقيه الانتنسز مش موجوده. لو انا بسالك الصوره دي برايت ولا دارك، هتقول لي ايه؟ برايت. ها؟ برايت. فيري فيري برايت. طب هي برايت ليه؟ احنا كنا عارفين البرايت اورب 255. هي اورب 255 لو انا رسمت لك الصوره من 0 ل 255، بس انا لما ارسمها لك من 0 ل 15 معنى كده ان ال 15 دي اعلى حاجه ماشي. بس لازم يقول لك، لازم يقول لك ان هو عنده 4 بيتس فور ريبريزنتنج بيكسل. يعني هو هنا عنده 4 بيتس بس ريبريزنت بيها بيكسل باي ذا واي. طيب يبقى الصوره دي فيري برايت. لما جينا عملنا طرحنا سيرتن كونتراست، ام سوري، طرحنا سيرتن كونستانت، يا ترى كان شكل الهيستوجرام شكله هيتغير يبقى عامل ازاي؟ نتخيل ان احنا هنطرح 4 من الهيستوجرام ده، فال 15 هيبقى 0، وال 14 هيبقى 0، وال 13 هيبقى 0، وال 12 هيبقى 0، وال 11 هيبقى 3، وال 10 هيبقى 0، وال 9 هيبقى 2، وال 8 هيبقى 2، وال 7 هيبقى 2. طب ايه اللي حصل؟ ايه الفرق بين الهيستوجرام رقم 1 اللي هو الاوريجينال والهيستوجرام رقم 2 اللي هو بعد ما طرح سنجل بعد ما طرح كونستنت؟ ايه الفرق بينهم؟ شيفت. حصل شيفت ليفت، حصل شيفت ناحيه الشمال. فده اللي عايز اقوله لك، ان انت لو معاك الهيستوجرام قبل وبعد تقدر تعرف ايه الاوبريشن اللي حصلت. لو انت بتتكلم على بوينت بروسيسنج، لو انت بتتكلم على بوينت بروسيسنج، فانت من شكل الهيستوجرام تقدر اللي هو الفريكوانسي اوف الانتنسيتيز تقدر تعرف اذا كان الصوره دي حصل لها داركنينج ولا حصل لها لور للكونتراست ولا ريز للكونتراست والكلام ده. والكلام ده هتشوفوه في الشيت الاولاني، بس انا حبيت اعدي عليه بسرعه علشان الناس دايما بتشتكي ان الشيت الاولاني بره المنهج. لا هو مش بره المنهج ولا حاجه، معلومات مهمه تبقى انت عارف. عندنا على فكره ميني اذر تايبس اوف بوينت بروسيسنج. هو ايه الكي، ايه الكي في البوينت بروسيسنج؟ ان انا بابلاي ان بقول ان جي اوف اكس بتساوي اتش اوف اف اوف اكس. ان انا ايه بعمل ايه؟ بابلاي الفانكشن اسمها اتش على الانتنسيتي فاليو اسمها اف اوف اكس. فلو الكاميرا اوتبوت هي اللي في ناحيه الشمال سمي دي نمره واحد، والافتر ستايلستيك تون مابنج هي اللي في ناحيه اليمين، يا ترى ازاي ببوينت اوبريشن يعمل اللي انت شايفه ده؟ هي الصوره اغمقت ولا افتحت؟ ده في اماكن اغمقت واماكن افتحت. الله، طب ايه اللي حصل؟ يبقى هو ده بيعمل برايت، ده بيعمل كونتراست، بيريز الكونتراست ولا بيقلل الكونتراست ولا بيعمل ايه بالظبط؟ مش عارفين. الفكره دلوقتي طالما انا قلت لك ان هو بيشتغل على الاف، فهو ممكن يكون بيعمل حاجه بسيطه جدا، ياخد كل الحاجات الفاتحه ويريز فيها الكونتراست، وياخد كل الحاجات الغامقه. معنى كده ايه؟ ان الاتش بتاعته بتكون ديفايند از لو اف اوف اكس في الرينج ما بين 0 لكذا ل 0 ل 15، يبقى مطلوب منه يخليها، هيخليها بتساوي مثلا اف ماينس 13 حاجه شبه كده. يبدا يعملها مالتي فاليوت فانكشن، يعمل لها كذا ديفينيشن على الرينج بتاع الانتنسيتيز بحيث يطلع الستايلس ستايلستيك تون مابنج ده. طيب النوع الثاني من الفلترنج هو موضوع اللينير شيفت انفاريانت ايمج فلترنج. احنا بس نرجع لورا شويه نفتكر احنا شغالين على الفلترنج، والفلترنج قلنا ان منه نوعين، نوع بنسميه البوينت بروسيسنج
اللي هو بنسميه point processing أو point operations، ودول بيأكت على الرينج، وعندنا حاجة اسمها neighborhood operation بتأكت على الرينج برضو، ولكن with respect to a neighbor اللي هو مش بياخد بيكسل واحدة في interest. فهنا linear shift invariant image filtering معناها ايه؟ يعني ايه كلمة shift invariant؟ معناها انه هيأوبريت بنفس الطريقة في كل البوزيشنز. فعشان كده بقول لك ان هو regardless من البوزيشن الفلتر ده هيتطبق بنفس الطريقة. طب ايه الفرق ما بينه وما بين البوينت بروسيسنج؟ انه بيكونسيدر معاه النيبور بس. بيقول لك replace each pixel by a linear combination of its neighbors and possibly itself. The combination is determined by the filter's kernel. وده اللي معنى كلمة انه shift invariant، معناها ان الكيرنل ثابت. The same kernel is shifted to all pixel locations so that all pixels use the same linear combination of their neighbors. يبقى هو ليه سموه shift invariant ليه؟ عشان الكيرنل ما بيتغيرش. طب ليه سموه linear؟ عشان الكيرنل بيتحط جواه weights to apply as linear combination على البيكسل والنيبورز بتوعها. اشهر فلتر في الدنيا هو بيسموه البوكس فلتر. البوكس فلتر ده اللي هو عبارة عن الافريج. الافريج ساعات بيسموه also known as the 2D rect filter و known as the square mean filter، وساعات بيسموه الافريج فلتر، وده بيريبليس كل بيكسل by its local average، والسايد افكت بتاعه انه بيعمل سموزنج او بليرنج. طب الكيرنل اللي هو كتبه لك، كتب لك حاجه غريبه جدا، جي اوف نقطه ونقطه 1 على 9 وال9 وحايد. دول هي كلمه نقطه ونقطه معناها ان هي بتشتغل على 2 دايمنشنز، كانه كتب اكس وواي، بس هو ما بيكتبش اكس وواي، بيكتب نقطه ونقطه، ان هو ده الاوبراند بتاعه الاول والثاني موجودين على شكل 2 دي 1 على 9 و9 وحايد. دول طيب خلينا نشوف الاوبريشن بتشتغل ازاي. لو انا قلت لك ان الكيرنل مكتوب 1 على 9 وهنا 9 وحايد دول ودخلته على اف وعايز احسب اتش، فالاوبريشن خد بالك انا كمان شويه هقول لك الايكويشن دي، بس قبل ما نقول الايكويشن خلينا نشوف الاوبريشن بتاعتنا ازاي. ده كان عندي هنا الصوره كان فيها بوكس فيه 90 كلها تسعينات في النص، وفي زي نويز او اوت لاير مكتوب هنا زيرو، واللي بره كله صفار وبرده في نويز مكتوب هنا 90 بس. هي دي الحاجه اللي احنا ايه الصورة أصلا. لما تيجي تعدي الفلتر على كل البوزيشنز هتيجي تعديه يحسب 0 يحسب 10 يحسب 20 يحسب 30 يحسب 30 30 20 10. طب أنا قبل ما أروح للروت تاني، أنا عايز أعرف ليه الشكل ده اللي حصل. هل حد فينا ما يعرفش ليه طلع المنظر 0 10 20 30 30 30 20 10؟ ها؟ لأن هو كل مرة بيعمل إيه؟ بياخد الكيرنل دوت يأبلاي الويتس على البوزيشنز اللي موجوده هنا، فياخد الواحد يضربه في صفر والواحد يضربه في صفر والواحد يضربه في صفر والواحد يضربه في صفر والواحد 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 في 90، يطلع المجموع 90 يقسمهم على 9 يطلع له هنا 10. ماشي، ويعمل الكلام ده في البوزيشن اللي بعديه. هنا عنده 90 لما يجي بقى 90 180 180 على 9 يطلع 20، هنا 30 هنا 30 20 10. هل فيها حاجه صعبه؟ طب ليه لما جاي يحط الكيرنل ساب المكان ده فاضي والمكان 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 ده فاضي؟ حد فينا يعرف ليه؟ هو بنفس الكونسبت بتاع الكونفوليوشن نيورال نتورك. لا هو ده الاصل، الكونفوليوشن هي اللي بعد كده هنقولها. انا قصدي يعني في السايز بيقل ليه يعني؟ لا هو انت قصدك انك ما تقدرش تحط الكيرنل على الصوره ويكون السنتر بتاع الكيرنل على البيكسل اوف انترست غير هنا، لانك لو جيت تحط السنتر عند اول بوزيشن هتلاقي نص الكيرنل بره. ده اللي انت عايز تقوله صح كده؟ بالظبط. ممتاز، شاطر يا باشمهندس، الله ينور. لو عملت الكلام ده على كل الصوره بقى، خلينا نخلص نشوف الشكل اللي هيجرى ايه. يا ترى ايه اللي حصل؟ انا عايزك تقول لي كده تديسكرايب ان ووردز وات هابند تو ذا بوكس اللي كان موجود هنا، واللي احنا كنا عارفين ان ده بوكس غامق او بوكس فاتح على خلفيه غامقه، وكان عنده نويز هنا مره بزيرو وعنده نويز هنا مره ب 90. ايه اللي حصل؟ هل الباوندرز بتاعت البوكس بقت واضحه زي الاول؟
لا حصل له spreading. ها؟ ما سمعتكش يا اخي يوسف. لا حصل له spreading. الايدجز اتموعت كده، حصل لها بليرنج. احنا الترم اللي احنا عايزين نقوله بليرنج، بس انت قلته مظبوط ان هي كانها حصل ديستريبيوشن للايدج، بدل ما هي كانت فيري شارب اتوزعت على كل النيبرنج بيكسلز. صح، ده الايفكت اللي حصل. عايزك تركز كمان في الايفكت اللي حصل للنويز. الزيرو ده فين؟ الزيرو ده كان موجود في نفس الرو ده هنا. ايه اللي حصل للنويز دي؟ بيكسل دي، البيكسل دي اخذت فاليو 80 رغم ان هي كانت زيرو في الاول، بقت 80. يبقى انا كده ايه؟ ان النويز مالها اتاكلت. ونفس الكلام تحت، ال 90 اتوزعت على كل اللي حواليها، اتوزعت على كل، اتوزعت على هنا وهنا 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 اهو كده، 90 كانت هنا اتوزعت على كل اللي حواليها. فده السايد افكت بتاعه ايه؟ ان الايدجز بقت مش شارب، it is not any sharp anymore، وان الايدجز اتموعت، بس النويز قلت، النويز قلت، النويز قلت on the average يعني. علشان كده بيسموه باي ذا واي، بيسموه سموزنج فلتر، بيسموه سموزنج فلتر. سموزنج يعني ايه؟ يعني المفروض ان هو يشيل النويز. سموزنج يعني يشيل النويز، فبي ريبليس اتش بيكسل ويز اتس لوكال افريج. ده معنى ايه؟ البوكس فلتر. هل ده الفلتر الوحيد اللي ممكن نشوفه؟ لا، عندنا اكزامبلز كتير. ادي شكل الصوره الاوتبوت. طب خلينا نتكلم بقى على الايكويشن بتاعتنا اللي احنا شايفينها قدامنا دي، عشان كمان شويه لما نتكلم على الكونفوليوشن الفرق ما بينها وما بين اللينير فلترنج حاجه صغيره قوي. ان هنا بيقول لك ادي الاتش ات اتش ات اني بوزيشن ام وان، سين ام وان، ام كانت مثلا ب 5 و5 مثلا، هتساوي اف في نفس البوزيشن اللي هو 5 و5 بلس سم اندكس ال وكي. ال L وال K دول بيديفاينوا النيبر. يبقى دلوقتي ادي ال M وال N هتتحط هنا، وال L من ماينس واحد لواحد، وال K من ماينس واحد لواحد. لو ال L وال K ماشوا من ماينس واحد لواحد يبقى انا كده جبت الكيرنل ده. بس خد بالك ان في واحد على تسعه بتتقسم بره، ماشي؟ فكانه اخذ دلوقتي البوزيشن مثلا، سي عايز احسب الفاليو ال 80 دي بجيبها منين؟ بقول ان هي بتساوي الفاليو اللي قصادها الناحيه الثانيه مضروبه في الفاليو دي. ونفس الكلام ده على neighborhood defined by K و L، عشان كده بيسموه local average، بيسموه local average. طب البليرنج خلينا نتفرج على الصور، some realistic examples. ادي الصورة بقى بتاعت اظن ده اينشتاين، وادي الصورة بتاعت ايه؟ البليرد image منها. برضو نفس الكلام هنا، ادي شكل زرع وبرضو شكل الصورة البليرد اللي في ناحية. لو عملت زوم كويس عندك في الصوره بتاعتك هيبقى في سايد افكت ممكن تشوفه وممكن ما تشوفوش، على حسب يعني ما انت مركز معانا ولا لا. هتحس ان الصوره اللي في ناحيه اليمين دي فيها كده زي بوكسز، كان فيها بوكسز في ناحيه اليمين. طب البوكسز دي ظهرت ليه يا شباب؟ حد فينا يقدر يستنتج ده لو شفتوها يعني؟ خليني اجرب اعمل زوم يمكن تتشاف احسن. بص في الحته دي كده، بص في الحته دي كده، حاسس بالشعور بتاع البوكسز كان في بوكسز موجوده كده؟ ممكن ما تكونش شايفها كويس، بس المهم يعني ايه؟ ان في سايد افكت للبوكس، للبوكس فلتر، انه بيطلع لي artifacts في الصوره كان الصوره بقت سموزد وكل حاجه، بس كان فيها بوكسز. طيب ده برضو سموزنج للبيلدنج اللي موجود بتاعنا هنا، ده شايفين شكله عامل ازاي؟ وده شكل الايه؟ البليري فيرجن. هنا موضوع البوكسز يبان اكتر، اللي هي الايدجز الرايت انجلز دي اللي هي التسعينات باينه اكتر هنا. طب نتكلم بقى على الكونفوليوشن. فقبل ما نتكلم على الكونفوليوشن هنرجع شويه في السيري بتاعته صغيرين. بيقول لك ديفينيشن اوف فلتر از كونفوليوشن، انت عندك الفلتر سيجنال من الاكس هي التكامل ماينس من النهايه، من النهايه اف في جي اوف اكس ماينس واي.
في عندنا اوبريشن بالماينس هنا، في حاجه عندك اسمها ماينس، ما كانش عندنا ماينس في اللينير فلتر. ده ال1 دي كونتينوس سيجنالز. طيب لو انت بتتكلم على الفلتر بتاعك شكله عامل ازاي، لو انا عايز اتكلم على البوكس فلتر، في ال1 دي بوكس فلتر، ال1 دي كونتينوس بوكس فلتر، بيبقى ماينس هاف لحد هاف، يبقى عامل شكل البوكس ده، اذروايز هيكون صفر. فكان الفلتر بتاعك اللي هو ديفايند بالمنظر ده، بدل ما هو من ديفايند من ماينس ما لا نهايه لما لا نهايه، فكانه بقى ديفايند من ماينس هاف لهاف. طب ديفايند بكام من ماينس هاف لهاف؟ ديفايند از 1، فكان مكتوب هنا 1. فيبقى دلوقتي شكل الكونفولفد سيجنال من اكس بالبوكس فلتر هتساوي الانتجريشن من ماينس هاف لهاف جي اوف اكس ماينس واي دي واي. يبقى هيبدا يغير واي من ماينس هاف لهاف وينتجريت عليها، يطلع معايا ده شكل البوكس فلتر. ده في ال1 دي كونتينوس بوكس فلتر. طب لو كان في ال2 دي ديسكريت سيجنال، انا عندي اكس واي، يبقى هنا انا بتكلم على الاي والجي بيتغيروا ماينس ما لا نهايه ما لا نهايه، والاكس واي هي دي البوزيشن اللي انا عايز احسب عنده الكونفولفد او الفيلترد ايمج. فما تيجي تحول الكلام دوت بالماس هيقول لك ايه؟ if the filter is non-zero only within minus 1 ل 1، زي البوكس فلتر لو انت فاكر كان ال k وال l من minus 1 ل 1، من minus 1 ل 1، معنى كده ايه؟ ان السيجما بتاعتك بدل ما هي من minus ما لا نهايه ما لا نهايه بقت من minus 1 ل 1. f of i و j of i of x minus i و y minus z. خد بالك ان ده نفس الكلام بالظبط اللي احنا قلناه لما كنا بنتكلم على الفلترنج، بس بدل الماينس كان مكتوب عندك بلس، هي نفس الايكويشن بالظبط. الفلتر ده اللي هو بيفلتر بي او الكيرنل، والاف هي كانت المساله بتاعتنا هنا كنا مسمينها اي، لكن هي نفس الحاجه بالظبط. The kernel we saw earlier as a three matrix representation of f of i و j، اللي هي كانت حطينا 3 في 3 زي بوكس فلتر، والاي هي دي الصوره، واx minus i وy minus j. طب ايه الفرق بقى؟ استفدنا ايه دلوقتي لما لاحظنا ان الماينس بقت بلس؟ طب احنا في معظم الاحيان مش هيفرق معانا، لان معظم الاحيان الكيرنلز بتاعتنا بتكون سيمتريك، زي مثلا الافرج فلتر ده كان كله حايد فهو سيمتريك فلتر، فما يفرقش معاك البلس والماينس في حاجه. لكن هيفرق معانا فين؟ هيفرق معانا لو الفلتر ما كانش سيمتريك، وهنشوف الفايده الكبيره بتاعه الكونفوليوشن لما نتكلم على الفريكوانسي دومين، يمكن المحاضرات اللي جايه ان شاء الله هنتكلم عليها. طب اللينير فلترنج ده بيسموه ايه؟ بيسموه 2 دي كورليشن، والكونفوليوشن ده اسمه ديسكريت كونفوليوشن. طيب عندنا حاجه مهمه برضو محتاجين نعرفها، ديفينيشن تاني برضو، حاجه اسمها سيبرابل فلتر. ايه موضوع السيبرابل فلتر؟ بيقول لك ا 2 دي فلتر اف از سيبرابل اف ات كان بي ريتن از برودكت اوف رو اند كولوم. خد بالك البرودكت ده، ده هنا واحد في ده 3 في 1، اما تضربه في 1 في 3 يطلع ماتريكس كام في كام؟ يطلع لك 3 في 3. لو جيت عملت المالتيبليكيشن دي بين الكولوم والرو هتطلع لك البوكس فلتر الموجود على ناحيه الشمال. طيب تعرف منين ان الفلتر بتاعك ده يكون سيبرابل؟ هو بيدي لك هند، وات از ذا رانك اوف ذا فلتر ماتريكس؟ الرانك بتاعت الماتريكس دي بتساوي كام؟ واحد. الرانك دي بتساوي واحد لان اقدر اكون منها ايه؟ لو طرحت الرو الثاني من الاول يطلع لك صفار، لو طرحت الرو الثالث من الاول يطلع لك صفار، معنى كده ان الماتريكس دي مش فول رانك، دي رانك بتاعها بيساوي واحد. طيب فمعنى كده لو الماتريكس رانك ديفيشنت والرانك بتاعها بيساوي واحد اقدر اقول ان هو سيبرابل فلتر. هل تقدر بقى تجيب دول؟ اقدر لو انا عملت موضوع الرانك دي اقدر اطلع سيبرابيلتي. طب واي از ذيس امبورتنت؟ ليه الكلام ده مهم بالنسبه لنا؟ ليه مهم ان انا لو عندي فلتر اخليه سيبرابل؟ ليه مهم؟ تخيل عندك صورة ايمج اي السايز بتاعها 500 في 500. عشان تحسب الماتريكس اللي اسمها مثلا سميناها اتش اللي هي ريزلت او اي داش، اي داش
باستعمال الكيرنل اللي على الشمال دي. يبقى كل بيكسل هيحصل لها ايه؟ هتتضرب في ماتريكس 3 في 3. معنى كده ان انا محتاج 9 اوبريشنز او 9 ملتيبليكيشنز بير بيكسل، محتاج 9 في 500 في 500 ايه ملتيبليكيشنز عشان احسب اي داش. انا ما بتكلمش على الجامعه حتى، بتكلم على ملتيبليكيشن. لو انا بحسب اي داش على خطوتين، بحسب اي هات وبعد كده بحسب منها اي داش، يبقى من اي هروح لاي هات عن طريق ان انا ابلاي 1 دي كونفوليوشن بالمنظر ده، جبت منها اي هات، يبقى انا كده دفعت كام؟ دفعت 3 في 500 في 500. وبعد ما طلعت اي داش اعمل 3 في 500 في 500، يبقى كله على بعضه دفعت كام؟ دفعت 600 6 في 500 في 500 which is less than 9 في 500 في 500. فان جنرال لو كان الكيرنل بتاعك ان في ان، فانا اقدر اخليه الكوست بتاعي 2 ان لكل بيكسل. لو خليت الكوست بتاعك 2 ان لكل بيكسل ده يضمن لك وقت اسرع. فده الفكره من موضوع سيبرابيلتي. الحاجه الانترستنج بالنسبه لنا جدا ايه هي؟ ان الريزلت بتاعه الكونفوليوشن بال1 دي كيرنل هي نفسها الريزلت لو انا عملت الكونفوليوشن على 2 ستيبس، لو كان الكيرنل بتاعك سيبرابل. يبقى 2 دي كونفوليوشن و سيبرابل فلتر از ايكويفالنت تو 2 1 دي كونفوليوشنز ويز الكولوم اند الرو فلترز. If the image has n by n pixels, the filter of size n of n, what is the cost of convolution? لو non separable, m تربيع في n تربيع. لو كان separable, 2n في m تربيع. ادي الصورة الأصلية. لو عملت البوكس فلتر على 3 في 3 يطلع لك الصورة زي ما قلنا، مشكلتها البوكسي إفكت، بسميه بوكس إفكت. طيب إيه اللي ممكن يكون أحسن أعمل بيه سموزنج وما يكونش فيه البوكس إفكت موجود بمنتهى الكثافة زي كده؟ عندنا حاجة تانية اسمها الجاوسيان فلترز. أنا بس عايزكم تربطوا بقى زي ما زمانا بيقول أصل ده زي الكونفوليوشن. خد بالك لا، ده مش زي الكونفوليوشن نيورال نتوركس قصدكم يعني. لا، هي الفكرة العكس. إن الكلام اللي إحنا بنقوله في الكورس بتاعنا النهاردة ده هو ده اللي أدى موتيفيشن للناس بتوع الكونفوليوشن نيورال نتوركس. اتفقنا؟ الحتة دي مهمة. عشان كده بنقول لك إن كورس الفيجن مختلف عن كورس النيورال نتوركس. النيورال نتوركس بتستفاد من حاجات كتير، بتستفاد من الكونفوليوشن تريك من الكمبيوتر فيجن، بتستفاد من اللونج شورت تيرم ميموري اللي موجوده في الناتشرال لانجويج بروسيسنج فعملوا منها ريكرنت نيورال نتوركس، بتستفاد من الاتنشن اللي موجود في الان ال بي وعملوا منها موضوع ترانسفورمرز. فانا مش عايزك تخلط ما بين المبادئ. اللي احنا هنا في كلاس الفيجن مهتمين بيه اكتر الكمبيوتر فيجن كونسبتس. عندنا موديول واحد بس على السيمانتك كمبيوتر فيجن، عندنا موديول واحد بس من الكلاس بيتكلم على الماشين ليرنينج بروبلمز، لكن انا الكلاس مش معظمه بيتكلم على بيزكس وحاجات اساسيه لازم تكون عارفها لو انت ان شاء الله في اي لحظه من اللحظات قررت انك تشتغل في الكمبيوتر فيجن وتاخد التراك ده ويبقى ده الحاجه اللي انت بتعملها، سواء في شغل اندستري او سواء في ريسيرش كمعيد او سواء في بتحضر ماستر او سواء ان ده ريسيرش بروجكت اشتغلت عليه في اي لحظه من اللحظات، لازم البيزكس تكون موجوده. ما ينفعش واحد باللي هو يعرفه بس في النيورال نتوركس يقول لك انا كمبيوتر فيجن انجينير، ما ينفعش، عشان الناس تبقى عارف، عشان الناس بتخلط ما بين المبادئ وبعضها، ودي حاجه لازم تبقى واخد بالك منها. كلاس الكمبيوتر فيجن احنا بنقوله دوت لا غنى عنه لواحد عايز يشتغل في الكمبيوتر فيجن. ما ينفعش تستعيد عن الكورس دوت في اي لحظه من اللحظات باللي انت تعرفه في الماشين ليرنينج ولا الديب ليرنينج. ارجو ان الكلام ده يكون واضح في دماغك. اتفقنا؟ انا هقف على كده النهارده عشان مش عايز اطول عن ساعه، وانا كده ولا كده مش هقدر اخلص السلايد سيتس دي، فهنكملها ان شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي. في الاول هتلاحظوا ان سرعتنا بطيئه شويه لحد ما الكيرف بتاعنا كلنا نكون ماشيين على نفس البيج، هيبقى الدنيا اسرع بعد كده بكتير. اوكي، احنا وقفنا عند سلايد رقم 65 ونكمل ان شاء الله يوم الثلاثاء بالليل الساعه 8:30 باذن الله تعالى، ونشوفكم على خير. حد عنده اي سؤال؟ بس انا عاوز اتاكد من حاجه يا دكتور. ايوه يا محمد. واحنا بنطبق الكولوم والرو لما لقيناهم سبيربل تحت امرك، ايوه عايز ايه؟ واحنا مثلا لو اشتغلنا بالرو او الكولوم في البدايه، بعد كده الريزلت نفسها بشتغل بالحاجه الثانيه صح؟ بتعملها على خطوتين، انا قلت اهو، من اي هتجيب اي هات، ومن اي هات هتجيب اي داش. كان ممكن تجيب من اي داش مباشره لو اشتغلت بالكيرنل الاصلي،
تمام يا دكتور، تمام ماشي تمام شكرا شكرا.